بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. الكريستوس أنيستي أنيسوس أنيستي. المسيح قام بالحقيقة قام. وإحنا بنتكلم عن القيامة المقدسة وعن النصرة اللي ربنا إداها لأولاده، هنتأمل بنعمة المسيح. العيد وفي ليلة العيد بنقول لحن من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون في اللحن كلحن ومن حيث الكلمات العظيمة بتاعة اللحن، وهو لحن يا كل الصفوف السمائيين. هنا أحبائي تظهر بوضوح علاقة السمائيين مع الأرضيين وعلاقتنا القوية بالملائكة اللي دايما أتكلم عنها، ما نمسكش في القديسين بس لكن الملائكة ليهم علاقة قوية معانا. احنا ما بنيجي نصلي نقول له يا رب اسمح لنا نصلي مع الملائكة فنسبح مع الملائكة فنصرخ مع الشاروبيم والسرافيم. احنا بقى نيجي في ليلة عيد القيامة في القداس ليلة العيد ونقول يا كل الصفوف السمائيين، احنا بننادي على كل الرتب الملائكية نقول لهم تعالوا شربيم سرفيم قوات وكراسي وارباب تعالوا تعالوا تعالوا. ايه بقى؟ رتلوا لانهنا بنغمات التسبيح. انتوا بتسبحوا فوق، تعالوا سبحوا بنغمات التسبيح. طبعا كلامهم جميل وصوتهم جميل، صوت ملائكي جميل، يرتلون على الدوام وبغير فتور. شو بقى الكلمة اللي جاية ديت؟ أعظم كلمة أحبها في هذا اللحن. بنقول لكل الملائكة ورؤساء الملائكة تعالوا ابتهجوا معنا اليوم فرحين. احنا بقى اللي بنعزم عن الملائكة ورؤساء الملائكة، بنعزمهم تعالوا اتفضلوا صلوا معانا، ابتهجوا افرحوا بايه؟ بقيامة السيد المسيح. تعالوا افرحوا معانا بقيامة السيد المسيح. اليوم قد كملت النبوات، كل النبوات اللي كتبت تمت. اليوم قد كملت النبوات، لأن كل العهد القديم نبوات عن مجيء السيد المسيح وعن قيامة السيد المسيح من الأموات. اليوم قد كملت النبوات وتمت أقوال الآباء الأولين. خلاص كل الآباء اللي قالوه، كل اللي قالوه الآباء تم بقيامة الرب من بين الأموات. أصلها حاجة مش سهلة قوي إن واحد يموت ويقوم نفسه، ما حصلتش ان الواحد يموت ويقاوم نفسه. وهو بدء المضجعين، بدء المضجعين يعني هو اول واحد مات. لا، اول واحد مات وقام، دي البداية. لما مات وقام يقيمنا معه
يقومنا معاه. احنا مش بنموت ونتدفن، لا، بنموت ونقوم معاه. قد قام الرب مثل النائم. شوف التعبير، كأن واحد نايم وقام، كأن واحد نايم وقام. طبعا نايم ده، النوم هو موت بسيط، لأن الواحد وهو نايم مش داريان بحاجة. وبعد ما الواحد ينام كم ساعة يقوم يفوق ويشوف الحياة من جديد، قيامة. يبقى السيد المسيح كأنه كان نايم وقام، وكالثمل من الخمرة. عارفين اللي بيشرب وبعدين يعني يتوه سنة كده، طبعا مش معنى كده ان الخمر حلال، لا، ده مجرد تشبيه. وبعدين السيد المسيح لما استخدم الخمرة كانت خمرة بتفوق مش بتسكر. ووهبنا النعيم الدائم، أم ووهبنا النعيم الدائم، وعتقنا من العبودية المرة. طول ما احنا في قبضة الشيطان، ده الكلام ده قبل قيامة المسيح، كنا في عبودية مرة زي بني إسرائيل ما كانوا في عبودية مرة في أرض مصر. وسبى الجحيم سبيا، سباه بقى ايه في السلطان، هو بقى سبى الجحيم سبيا، وحطم ابواب النحاس. طبعا كل دي تشبيهات، ابواب النحاس عن ابواب قويه، ابواب قويه. زي ما احنا بنجي نصلي نقول للعذراء عند مفارقة نفسي من جسدي احضر عندي، ولأبواب الجحيم اغلقي، ولمؤامرات الأعداء اهزمي، لئلا ابتلع نفسي عروس من عيب الختن حقيقي. يبقى سبب الجحيم حطم أبواب النحاس، حطمها يعني مش هيبقى فيه جحيم تاني، مش هيبقى فيه أبواب تانية. وكسر متاريس الحديد كسرا. عارفين المتاريس؟ كسر المتاريس كسرا، يبقى هنا حطم أبواب النحاس، حطمها وكسر المتاريس، يعني ما عادش لينا تاني نخاف من الجحيم طول ما احنا منتصرين بالسيد المسيح. والحاجة التانية العظيمة، ان ابدل لنا العقوبة بالخلاص. بعد ما كنا في عقوبة موت، عملية تبديل. ايه التبديل؟ شال العقوبة وادانا ايه؟ وادانا الخلاص، الخلاص من خطايانا. عملت ايه مع اللص اليمين يا رب؟ ابدل الخطية بالايه؟ بالخلاص. عملت ايه مع لونجينوس؟ عملت ايه مع الزانية؟ عملت ايه؟ ابدل العقوبة بالخلاص. والحاجة بقى الجميلة، واعاد ادم وبنيه الى الفردوس دفعة اخرى. ليه؟ لان ربنا كان حزين على الناس بالخطيه، اطردوا من فردوس. لا، ده مش هيبقى بقى فردوس زي اللي كان على الارض، مش فردوس جنه زي اللي كانت على الارض، لا، ده فردوس سماوي. مش هيبقى شجر وزرع واكل وشرب، لا، ده فردوس سماوي، فيه قديسين، فيه ملائكة.
أعاد آدم إلى الفردوس بفرح وبهجة ومسرة. صور واحد كان عليه عقوبة إعدام ورجع تاب، يقوم ربنا يرجعه إلى حرية مجد أولاد الله. بعدين يقول اليوم انتشرت أعلام الخلاص. عشان كده ساعات نلاقي السيد المسيح ماسك علم على الصليب، علم الخلاص، وزي الأعلام اللي بنزف بيها الكنيسة أعلام الخلاص. وكلمة أعلام يعني حاجة تعلم الناس، خدوا بالكم، يعني لو في كورة بيجيبوا العلم بتاع الفريق ويبقوا فرحانين وطايرين بيه، خدوا بالكوا ان الفريق ده انتصر. ده بقى انتشرت اعلام الخلاص، علم حاجة فخر. وتجددت الاجسام والارواح، بناخد بقى اجسام نورانية وارواح لا تسقط زي الملائكة اللي سقطت. وفاز المؤمنون برفع القصاص. خلاص حكم الاعدام انتهى، ومجدوا الله بالتسابيح والافراح. اليوم زي ما قال اليوم انتشرت اعلام الخلاص، يرجع يقول اليوم ابتهجت ابنة داود. ابنة داود العذراء، الكنيسة كلها ابتهجت، واستضاءت قلوب الرسل والأبرار، فرحوا حينما بشرتهم النسوة بتمام الوعود. لأن النسوة لما راحوا القبر ولقوا المسيح قام، راحوا للتلاميذ قالوا لهم افرحوا، المسيح قام من الأموات زي ما قال لنا ان هيقوم في اليوم الثالث. حينما بشرتهم النسوة بتمام الوعود، وما سمعوه من الملائكة الأطهار. إلا سمعوه من الملائكة لما المريمات راحت عند القبر، ظهر لهم الملاك وقال لها ايه؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. أن يسوع المسيح قد قام، ليس هو ها هنا كما ترين. فذهبت النسوة بشرنا تلاميذه الكرام بقيامة خالق البرايا أجمعين. راحوا التلاميذ بشروهم. ذهبت النسوة بشرهم، وظهر التلاميذ وأبهجهم ببهاء نظره ومتجليا بمجد لاهوته. وأفرحهم لما شاهدوه حيا. أفرحهم لما شاهدوه حيا، أصل هو صلب ظلم واتذل ظلم واتهان ظلم، علشان كده بيعين المجربين وبيقف مع الغلابة المظلومين. نسبحه ونزيد رفعته، نعترف بمجد قيامته، ونشكره على عظيم نعمته، لأن إلى الأبد رحمته. يبقى احنا في القيامة بنشرك الملائكة فرحنا، احنا مش بنفرح لوحدينا، بنقول لهم تعالوا افرحوا معانا. شوفوا علاقة ايه، احنا فين يا جماعة؟ احنا فين؟ ما احناش دريانين. ده احنا في علاقة مقدسة قوية مع الملائكة، بنشترك معاهم، بنشترك مع السمائيين، نقول لهم زي ما احنا بنفرح معاكم تعالوا افرحوا معانا.
لأنه فرح متبادل. المسيح اللي اتصلب بين السماء والأرض صالح السمعيين مع الأرضيين وجعل الاثنين واحدا. نيجي في شم النسيم، كل سنة طيبين. في شم النسيم اللي هو تاني يوم عيد القيامة بناكل في بيض. ليه؟ يقول لك اصل ده عيد الربيع ومن ايام الفراعنة ومن ايام ايه يا عم؟ فراعنة ايه وبتاع ايه؟ هو الفراعنة ما جوش الا تاني يوم عيد القيامة؟ هو كان في قيامة ساعتها علشان يعيدهم؟ امال بناكل بيض ليه تاني يوم عيد القيامة؟ لان البيض رمز القيامة. شوفوا احبائي، مكونات قشرة البيض هي مكونات الحجر. اي بيضة مكونات القشرة بتاعتها مكونات الحجر، زي المسيح الدفن في قبر حجر. البيضة مقفولة من كل يمة، فيبقى عاملة زي ايه؟ الكائن الحي اللي جوه مدفون في قبر ولكنه حي، زي السيد المسيح ما اتدفن في القبر الحجر ميت بالجسد ولكنه حي باللاهوت. بعد كده الكائن الحي اللي في البيضة بينقر البيضة ويقيم نفسه من الموت، ما هو مدفون جوه، يقيم نفسه كما أقام المسيح نفسه من الأموات. كانوا زمان بقى ناس فاضية يجيبوا البيض يعملوه أحمر وأخضر بألوان علامة فرح، زي ما في الأفراح بيجيبوا لومات حمراء وصفراء وبتاع كده. وبعدين بنجيب إيه؟ بنجيب حاجات خضراء. إيه بقى حكاية الحاجات الخضراء؟ زي الملانة والحاجات ديات. أصل شم النسيم بيتقرا الانجيل بتاع تلميذي عمواس، تلميذين من تلامذة المسيح كانوا بلد اسمها عمواس، مشوا من اورشليم رايحين عمواس. المسافة من اورشليم لعمواس 11 كيلو، خدوها مش في 8 ساعات أو 8 ساعات ونص. وهم ماشيين بيتكلموا مع بعض وهم عابسين، عمالين يكلموا. ده بيقول المسيح قام، بيقولوا المسيح قام. طب قام ازاي؟ بعدين ظهر لهم السيد المسيح يقول وامسك اعينهم عن ان يعرفوه. واصل خدوا بالكم، معلش يعني انا ما يكون ابويا ميت بعدين الاقي ابويا قدامي اقول لا ده مش هو، ده اكيد واحد شبهه، لان عمره ما حد مات وقام بالطريقة دي. امسك اعينهم عن ان يعرفوه. بعدين قال لهم انتم مالكم ماشيين معابسين كده ليه؟ فيما كنتم تتكلمون في الطريق. قالوا له بنتكلم عن الاحداث اللي حصلت. قال لهم احداث ايه؟ قالوا له ايه ده؟ وانت عايش لوحدك في البلد ولا ايه؟ ده بيقولوا المسيح اللي اتصلب قام. فقال لهم ايها الغبيان في معرفة الكتب. خدوا بالكم بقى، اللي ما بيحاولش يقرأ الكتاب المقدس يبقى غبي، لان مش عارف حاجة عن دينه
بعدين سألهم سؤال، أما كان ينبغي أن يسوع هذا يموت ويقوم من الأموات؟ شوفوا الكلمة بقى اللي جاية دي، وابتدأ يتكلم من الكتب من موسى والأنبياء والمزامير عما كتب عنه في الكتب. يبقى هنا سؤال في منتهى الأهمية، مين سلمنا تفسير العهد القديم وقال ان دي كلها ترمز الى المسيح؟ مين؟ المسيح نفسه بدأ يفسر لهم ما كتب عنه في جميع الكتب موسى والأنبياء والمزامير. لأن ما نيجي نتكلم نقول يا ده دي كانت رمز، ما كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت كل ده مين اللي علمهن؟ السيد المسيح نفسه هو اللي سلمنا تفسير العهد القديم. ف طبعا المشوار 11 كيلو يكفي ان السيد المسيح يتكلم عن رموز العهد القديم كله. وبعدين المشوار زي ما قلت لكم 8 ساعات ونص، فجه عند البيت وتظاهر ان هو رايح مشوار بعيد شوية، فألزماه ان يدخل معهم. خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم في فرق بين عزومة المراكبية والعزومة اللي بصحيح. ما كنت تتفضل معانا؟ طبعا انت قلت له انا ما دخلتش، ولا عزومة مراكبية. ألزماه لازم تيجي عندنا، هي دي المحبة اللي بصحيح. فدخل. طبعا زي ما قلت لكم المشوار 8 ساعات ونص، وعلى ما وصل البيت والعزومة ولازم تخش وكده، لما دخل السيد المسيح نفسه أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطى، فانفتحت أعينهما. أول ما خدوا جسد المسيح عينيهم اتفتحت وشافوا مطرح المسامير وصعد من أمامهم. فبيقولوا البعض أليس كانت قلوبنا بتتنخس بسببه؟ شوفوا أحبائي، من أورشليم لعمواس بلاد قرى، يبقى مليانة إيه؟ مليانة زرع. علشان كده في شم النسيم بنقعد فين؟ في الجناين. وبعدين التلاميذ لما حصل كده رجعوا تاني، التلميذين رجعوا تاني لإيه؟ للتلاميذ وحكوا لهم كل اللي حصل. فالسيد المسيح ظهر لهم وأكل معهم سمكا مشويا. هو بقى بيحب السمك المشوي، احنا بقى بنحب فسيخ، بنحب يعني حاجات، المهم انها ايه؟ سمك. لان السمك رمز القيامة برضه، لان السمك رمز للكنيسة. لو ما رسمناش على حامل الايقونات صلبان ممكن نرسم سمك، لان السمك يقاوم الطيار زي الطيارات الايه؟ الالحاد والطيارات الشر اللي بتيجي على الكنيسة. نسيت اقول لكم ان طبعا لما السيد المسيح مشي المشوار ده ونص ساعة زمن لحاجة بقت 9 ساعات، دي الفترة اللي احنا بنستعد قبليها للتناول، 9 ساعات علشان يبقى بطننا فضيت من الاكل، ويبقى اول حاجة تخش جسد المسيح ودمه، لان السيد المسيح لما اتدفن اتدفن في قبر فارغ
لم يدخله أحد. عرفنا بقى؟ علشان كده يا جماعة احنا علشان كده احنا في شم النسيم بناكل بيض، بناكل فسيخ، نقعد في الخضرة، ولكن الأهم من ده ان السيد المسيح هو اللي سلمنا كل نبوات العهد القديم. فاكرين لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن جليات وعن تسبحة موسى وعبور بني إسرائيل؟ كل ده اهو ده النبوات اللي كانت مكتوبة عن السيد المسيح. إيماننا أحبائي إيمان حقيقي، وإحنا حياتنا مع المسيح حياة مقدسة، مش حياة شكلية، مش كلام بنقوله خلاص، لا ده أنا عايش مع أبويا لحظة بلحظة، وبيفهمني أنا عملت دي ليه ودي ليه ودي ليه. وطبعا كل لما الواحد يقرأ في الإنجيل، كل لما عينيه تفتح وترى عجائب كثيرة، لأن وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كل سنة وانتم طيبين، وعيد شم النسيم مبارك، وتفرحوا كده فرحة كبيرة، وياريت وانتم فرحانين تذكرونا دايما ان ربنا يفرح العالم كله ويبعد عننا الغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الاعداء وسب البربر. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها، آمين.